مخاطر النمر الأبيض على المبنى. هو خطر جدا على الخشب وعلى الخرسانات وعلى أعمال البلوك والأحجار. النمر الأبيض يأكل كل شيء، مثل ما شايفين هون الخشب شلون هون مخزق أو مفرق من فعل النمل الأبيض. مما يضعف هذا الخشب بيضعفه، بيضعف قوته وبيهتري، ويعني بمعنى خلاص لازم بقى استبدال هذا الخشب او استبدال هذا الحجر. هلا للقضاء على النمل الابيض من بداية البناء يجب رش ارضية الاساس، رش الدفان، الردم بمواد مكافحة النمل الأبيض، بمبيد مكافحة النمل الأبيض، عند الطبليط، عند البلاط، عند الدفان. ونعمل الدفان منرش مي ومنرش المبيد الحشري مكافحة النمل الأبيض، بعدين منحط البلاط عند التشطيب. مهم جدا مكافحة النمل الأبيض. مثل ما شايفين هون النمل الابيض اكل الخشب اكل مو طبيعي، يعني هذا من اخطر الانواع على الخشب. طبعا المبنى بشكل عام مو بس الخشب، يعني مثل ما تكلمنا على الخرسانات، على الابواب الخشب، على المبنى بشكل عام كله كامل. طبعا بشكل بيوض النمل الابيض وبياكل الخشب بيعمل هالفراغات وبشكل بيوض للبيوض له، وبالتالي بتكاثر اكثر، وبالتالي بصير في عنا نسبه اكبر من النمل الابيض. لذلك لازم يتم علاج ومكافحه النمل الابيض بمبيد، مبيدات خاصة للنمل الأبيض. هون النمل الأبيض أكل الخشب أكل. النمل الأبيض خطير جدا جدا. هون كمان مثل ملاحظين هاي الفراغات هي من فعل النمل الأبيض. طبعا مو شايفين النمل الأبيض هلا، ولكن له بيوض اكيد، وتم رشه هذا حاليا بالمبيد الحشري عشان توقيف عمل النمل الأبيض.